الجميله في اسكندريه. احنا دلوقتي في متحف كينج جميل اسكندريه اللي بنحتفل بذكرى افتتاحه النهارده. المتحف له تاريخ طويل جدا، كنا عارفين بعض وبعض كمل كل، وفكرنا في الحدث ده عشان كمان الحاجات دي كانت غير موثقه غير موجوده كعوده في المكان. فقلت يعني معرفش مين ممكن يحصل فيه بعد كده في المتحف كده، فلازم الحاجات دي تتشاف على النور والناس كلها تعرف ان في حاجه زي كده هنا. وبعد كده ان شاء الله هنحلها عاوزه تبقى محفوظه للابد في المتحف الاصلي. يعني اكتر لوحات معروضه من مجموعه فريد هايم اللي هي المجموعه الاصليه للمتحف اللي هي محدش شافها قبل كده، ما تعرضتش قبل كده. يعني هو المتحف عندنا في مجموعه من مجموعه فريد هايم، لكن الاهم والاغنى وكل حاجه هو اللي كان موجود في المخازن اللي احنا طلعناه النهارده شفناه مع بعض في المعرض. ليه اسميته المعرض خبيئه؟ عشان هي خبيئه من حاجتين، خبيئه علشان مجموعه الوثائق اللي لقيناها اللي وثقت لوحات مهمه جدا عندنا، والحاجه الثانيه الخبيئه الثانيه اللي هو اللوحات اللي موجوده في المخازن اللي مفيش اي حد شافها لحد دلوقتي.